اليوم فطور اليوم صدقني هالمره عندنا نظريه انا اللي محتاجه بس يعافي عليك يلا بدري ويجي كفو كفو بياخذون الاشياء اللي يحتاجونها بس حلو يا سلام حلو تقييمك لنوع الكوميديا اوكي اوكي كم انا عبد الله لما يدخل بقاء ياهو انا ياهو ياهو صوت عالي ولا لا لا ان شاء الله مو طيب الله لا يحييك الله يحييك شكلها دفع قرض صعب مني مو صعب انتي لان لما كنت منك بكره تبدا اكيد من اول في اختبارات وعم تدور يا شباب حتى تسالي منطق وخلفك انا مو مراي معاك ما ودي هنا بقول لك سمعت عن طاقه الذريه لا يا ابني طاقه الذريه ما سمعتش عنها ليه قاعد تتكلم مصري تبي تتباع في السوق عليها 50% تخفيض يا ابني روح خد لك قبل ما يخلص صافي اسمعي بقول لك اهو الحين احنا بيسكت رجلك على رجله احسن عين تروح هنا ولا ترى هي نفسها هنا بقول لك اهو والله تمام اسكت جديد ولا تكمله لا اضل ما تكمله وصلني بيت ساعتين في الليل بعد في شغل ساري بارك انا خلص السكتش الاول ايش كانت الفكره الفكره من السكتش انه يعني لغز هذا نجيب من الغاز رمضان فوائد you